خليني اروح معاك بسرعه للكونفدراليه وهنتكلم على مجموعه الزمالك عشان انا بس لسه مش قادره احفظ. هنشوف بعد مجموعه الزمالك. الزمالك سجرادا الانجولي، سوار الغيني، ابو سليم الليبي. الليبي. تمام. اعتقد مجموعه يعني مش من هي اصعب الاسماء. الاسماء ما يكون سهله يعني، تحس ان اسماء الانديه مش معروفه. وبرده ناس بتسال هي الكونفدراليه مالها السنه دي الانديه مش معروفه كتير ليه؟ طيب هقول لكم السبب. السنوات اللي فاتت كان بيحصل حاجه كده في الدور التمهيدي الثاني اللي هو بنسميه ال 32 مجازا، لما كان دوري ابطال افريقيا دور 32 الفرق اللي بتخسر فيه 16 فريق بيروحوا يلعبوا ملحق ثاني في الكونفدراليه. فكان بيجي دور المجموعات في الكونفدراليه يكاد يكون مشابه لدوري الابطال. السنه دي الكاف عشان ضغط الجداول والاجنده مضغوطه جدا فلغى الفكره دي وقال ان دور 32 في الكونفدراليه اللي هيفوزوا فيه مباشره هيروحوا دور المجموعات، مفيش ملحق، مفيش حد هيروح من دوري الابطال للكونفدراليه. فده يمكن قلل شويه من الاسماء الكبيره في بطوله الكونفدراليه. طب هل فدي مصائب قوم عند قوم فوائده. هل الزمالك عنده فرصه ان هو يكسب بطوله افريقيا؟ ده اللي بقول لك بقى عليه. دي فرصه ذهبيه ان انت الفرق اللي مش بتيجي لك من دوري ابطال افريقيا ما جاتش، فالفرق القويه في الكونفدراليه بقت قليله، يمكن اربع او خمس فرق بكتير، يمكن من دلوقتي ممكن اتوقع مين يوصل للسيمي فاينل طبقا للتاريخ والمستويات. ولكن يمكن المكان هنا شاهد عليا، انا قلت الكلام ده قبل كده كذا مره السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. ده حقيقي، ممكن جوانا تبقى شاهد على الموضوع ده. ان دايما نقول الزمالك البدايه بتفرق، صح؟ يمكن بعد نهايه القرن تحديدا الزمالك يبدا متعثر في دور المجموعات، في اول ماتشين ياخد له نقطه واحده، يخسر ويتعادل او يتعادل ماتشين ويقعد بقى كده يخش في حسبه مرمى وما يكملش ويخرج من دور المجموعات. فالسنه دي بنقول تاني من قبل المجموعات اهو مهم جدا، الزمالك عنده اربع ماتشات في 2023 مهم يطلع باكبر قدر من النقاط عشان يكمل في البطوله، ما يجيش بعد كده ويقول ايه نبكي على اللبن المسكوب والفرقه ما تقدرش تكمل. الفرق اسمها مش كبيره زي ما انت قلتي، مش معروفين، والناس بقت تدخل نكت على موضوع ابو سليم الليبي تحديدا. انا عارف يا جماعه نادي ابو سليم الليبي ده عشان يوصل دور المجموعات طلع الاولمبي الباجي التونسي، طلع كامبالا سيتي الاوغندي، والفرقتين دول عندهم خبره في افريقيا كبيره جدا. بس يا دكتور احنا كل ما بنستهين باي فريق الحقيقه يعني بتحصل مشكله. ده طبيعي، ده في كره القدم طبيعي. ده احنا خلاص بقى متعودين على الموضوع ده، كل مره بندخل المباراه احنا مستهينين بالفريق اللي قدامنا. على فكره فريق مسلم الليبي بيدربه مدرب تونسي ويعرف الكره المصريه بشكل كويس جدا جدا. مسلم الليبي عشان برضو الناس بتقول هيلعبوا في ليبيا ولا في مصر، لا هم اعلنوا ان هم هيلعبوا في طرابلس، لو الكاف ما وافقش هيلعبوا في رادس في تونس. فغالبا الزمالك هيلعب لما يلعب ابو سليم هيلعبوا هيكون في المباراه في تونس او في ليبيا. لكن طبعا الزمالك اول ماتش ليه هيبدا مع ابو سليم هنا في القاهره، مباراه مهمه جدا جدا انه يحقق نتيجه ايجابيه عشان بعد كده ما نقعدش نقول نركع على اللبن المسكوب يعني. ماشي.